السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنعمل إعادة تدوير لعلب الكنز، هنعمل منها أفكار حلوة وكمان مفيدة في البيت. أول حاجة أو أول فكرة معانا، هبتدي أستخدم علبة كنز عادية خالص، هبتدي أغسلها كويس، هشيل الجزء اللي من فوق ده بس، أنا مش هشيل الجزء كله، يعني هشيل حوالي 3/4 بس. هستخدم القطر أو المقص في إن أنا أشيل الجزء ده. بعد كده هستخدم قشر البيض، هستخدم قشر البيض بعد ما أغسله وأنشفه كويس جدا، بنستخدمه عادي في الشغل بتاعنا وبيدي نتيجة حلوة جدا. هستخدم لتثبيته الغراء، هستخدمه زي ما هو من غير ما اخففه. هدهن طبقة من الغراء كده الاول، مش هدهن الازازة كلها بس الجزء اللي انا هحط عليه. وبعد كده هبتدي اقصر البيض نفسه، قشر البيض هكسره بالشكل ده وهوزعه بشكل عشوائي، هثبته كويس عشان ده اللي هيبقى الشكل النهائي بعد ما ينشف الغيرة على قشر البيض، ده هيبقى الشكل بتاعه. تمام، فهبتدي كده اظبطهم بشكل حلو. وهبتدي احط طبقة كمان فوق قشر البيض بعد ما كسرته، طبقة خفيفة كده وهحطها بالراحة. الغيرة هو اللي هيساعد معايا ان القشر بتاع البيض ينشف ويكون كأنه حاجة واحدة في العلبة. تمام كده، بعد ما عملتها كلها ونشفت، هستخدم هنا لاكيه واحط معايا نقطة من اللون الموف، هيديني الدرجة دي. وهبتدي ادهن العبوة كلها او الكنز كله بنفس الطريقة، هدهنها واحاول ادخل كده في الفراغات كلها اللي موجودة عندي. تمام بالشكل ده. طبعا تقدري تستخدمي اللاكيه الابيض زي ما هو، ممكن تستخدمي بلاستيك، ممكن تستخدمي اسبري، بس الفكرة بتاعت الدهان حلوة جدا وعملية كمان مش وحشة، ونقدر لو هيجي عليها مية او حاجة نحط طبقة من الورنيش. هستخدم هنا فص كده واحد او سطر واحد من اللي هو الاستراس اللي بنستخدمه مع بعض على طول، هثبته على الجزء اللي من فوق بتاع العبوة، والتزيين يرجع لك انت زي ما تحبي تقدري تزينيه. هستخدم كده برضو ديت فصوص لونها فضي، هبتدي احطهم من فوق. انا مش عايزه اكتر الشغل فيه قوي، لان حابه ان شكل القشر اللي احنا حاطينه بتاع البيض الفكره حلوه جدا، فلما شكلها بيكون باين بتبقى احلى كتير، لو عليها حاجه طبعا ما بتبقاش باينه. هبتدي اثبت كده اكتر من واحده بس بشكل يعني متفرق مش جنب بعض من فوق. تمام بس كده كفايه، مش عايزه اكتر من كده. هستخدم بقى دي حلقة ستارة، وبرده حطيت عليها استرس من اللي احنا زينا بيه العلبة من فوق، وهبتدي اثبتها كده على الجزء بتاع فتحة العلبة عشان بس القصة بتاعت العلبة نفسها مش مظبوط، فهتدي شكلي كمان احلى. هثبتها بالشمع هتثبت معايا كويس. ممكن بقى نستخدمها في المطبخ للمعالق البلاستيك، ممكن نستخدمها في المعالق الخشب تبقى بالشكل دوت، ممكن توظفيها بالشكل اللي انت عايزاه. انا هنا حطيت فيها برضو الشمع، شكلها حلو كديكور جميلة جدا. ممكن تحطي فيها وردة بسيطة تبقى شكلها حلو كده، تقدري توظفيها بالشكل اللي انت عايزاه. المهم ان احنا زيناها بفكرة بسيطة جدا، قشر البيض بنرميه، ممكن نستخدمه، وعلى فكرة انا استخدمته ومعملش ريحة ولا اي حاجة. برضو انا هنا حطيت فيها شمعة شكلها حلو جدا. تاني فكرة بقى معانا، هجيب علبة الكنز وهبتدي اقطع كده من عند الجزء اللي من فوق، بس هسيب حوالي 2 سنتي، وبعد كده هاخد بالقطر كده هقطع جزء حوالي 3 سنتي. تمام، وهمشي بالعرض بالطول بتاع العلبة، هفتحها كلها، والجزء التاني برضو هقص بالقطر حوالي 3 سنتي، هتبقى بالشكل ده. هبتدي اشيل الجزء بتاع فتحة العلبة اللي من فوق ده، خلاص انا هشيله، وهبتدي اقفل العلبة من فوق. هستخدم اسبري عشان اغير لون العلبة او شكلها. خلاص، بس قبل ما استخدم الاسبري انا هستخدم هنا فصين كده من اللولي اللي هو الكامل، هثبته من تحت بالشمع، هحط كمية شمع كده كويسة، وهاجي عند نص العلبة اللي هو الجزء اللي قصاد الجزء اللي انا فتحته، وهثبتها بالشكل ده، وهستخدم واحدة كمان هثبتها قصادها.
وبعد كده هرشهم بقى بالسبري. اي لون عندك مفيش مشكلة، حابة تلونيها برضو مفيش مشكلة خالص. السبري حلو عشان مش بياخد وقت في انه ينشف. ده كده شكله بعد ما نشف. هبتدي استخدم شريط تزيين، هستخدم برضو اللي هو لونه ذهبي. ممكن تستخدمي اي حاجة يعني، بس احنا طالما بنعمل اعادة تدوير نخلي الحاجة شكلها حلو لان احنا نستفاد بيها تاني. هبتدي كده اثبت شريط التزيين على الجزء اللي انا فتحته في العلبة كله، تمام. انا هثبته بالشكل ده كده، كده ثبتته كله. هستخدم بقى الفل في ان انا املى العلبة كده تبقى ماسكة نفسها. لو مش عندك الفل دوت ممكن تستخدمي ورق جرايد، يعني تكعوريه كده كأنه كورة وتعمليه وتحطي فيه الورد. احنا هنا هنستخدمها مثلا كفازة، وطبعا ليها استخدامات تانية كتير، مش شرط تستخدميها كفازة. ممكن نستخدمها تحطي فيها، عارفين طبعا السولوتيب، بكر السولوتيب والحاجات اللي بتبقى صغيرة ديت، اللزق والسولوتيب وال مش عارفة بتاع الكهرباء اسمه ايه، بس احنا ممكن نستخدمها كمنظم لكده. تحطيها في الدرج زي ما هي وتبدأي تحطي فيها بكر السولوتيب والحاجات دي. ممكن نستخدمها للإبر وللخيط، ونستخدمها برضو كمقلمة، برضو حلوة جدا. على حسب حجم العلبة ممكن هتاخد معاكي الإقلام، هتاخد معاكي تمام هتستخدميها كده، بس برضو فكرة ان احنا نستخدمها للسولوتيب والشرايط بتاعة التزيين والكلام ده كله، تحط جنب بعضها، حلوة جدا ومفيدة جدا. مش شرط ان هي تبقى موجودة في ركن عندك في البيت، لا تقدري تدخليها في اي درج عندك وتبقى كده كمنظم للحاجات دي. تمام، تقدري توظفيها بالشكل اللي انت عايزاه واللي تحبيه. بنعمل اعادة تدوير، يبقى عايزين الحاجة دي هنستخدمها في حاجة. تالت فكرة بقى معانا، برضو هستخدم علبة من علب الكنز، وهبتدي استخدم كده اشيل الجزء اللي من فوق، برضو هشيله بالقطر. استخدم القطر بس بيساعد معايا في القطع الاول، وبعد كده بقص الحاجة بالمقص وبسويها كويس جدا. هشيل كده الجزء اللي من فوق، طبعا ده هيبقى عند الفتحة بتاعة علبة الكنز. هبتدي اشيل كده الجزء ده كله، هساوي بقى الجزء اللي من فوق، يعني هشيل اي زيادات او حاجات مش مظبوطة عندي. هقصها كده بالشكل ده لحد ما تتساوى معايا، يبقى شكلها مظبوط. هنقطع الحتة دي كمان بس كده. هاجي بقى عند الجزء اللي انا قطعت منه ده، وهعمل زي شرايط كده. الشريطة نفسها الواحدة هتبقى سنتي، وهنزل كده لحد تحت، بس مش هوصل للاخر. هسيب في الجزء اللي من تحت ده حوالي 3 سنتي بالشكل ده، مش هقص يعني، مش هوصل لاخر العلبة نفسها. وابدأ برضو اكمل بنفس الطريقة، يعني هياخد كده بالنظر ان هي دي 1 سنتي، وهبتدي اقص الشرايط بنفس الشكل. خلاص اهي واضحة كده قدامكم، حتى انا بشد الشرايط اللي انا قصتها رجعها لورا عشان يبان ان الجزء مش واصل للاخر. وهكملها بقى كلها بنفس الطريقة كده. كده بعد ما كملتها كلها وشديت الشرايط اللي انا قصيتها دي لورا، هستخدم فوم احمر وهبتدي اثبته على الجزء اللي باين في علبة الكنز من تحت. هغلفها كلها، ده فوم جليتر، بواقي فوم يعني، مش شرط تبقى حاجة، مش وبرده مش شرط اللون الاحمر، يعني ممكن تستخدمي اي لون مفيش مشكلة، بس عشان العلبة نفسها كانت حمراء فعملت نفس اللون. وهبتدي كده اثبتها بالشمع، هكملها بقى كلها، هغلف الجزء كله خلاص، وهفرد الجزء ده اللي هي الشرايط دي كلها هفردها كده لورا، وهاجي عند الشريطة وهشدها، هدخلها في الشريطة اللي بعدها كده من تحت. خلاص بين اكتر في الفيديو بالشكل ده، يعني هاخد انا حتى فوتت واحدة فهرجع تاني افك دي وهعملها تاني. يبقى بناخد الشريطة وندخلها في الجزء التاني اللي بعدها، يعني من تحت الشريطة اللي بعدها، وهكذا لحد ما تخلص معانا الشكل كله. طبعا بيتعمل اشكال كتير جدا من
من علب الكنز وفاتوا كتيرة. ان شاء الله هنزل لكم افكار تانية حلوة تبقى عملية ونقدر نستخدمها في البيت. خلاص هبتدي بقى الزيادات اللي عندي دي اللي هي من تحت، يا اما ثبتها بالشمع، بس لما ثبتها بالشمع بدأت تفك معايا، يا اما اقصها. انا قصيتهم احسن عشان ما تقعدش تفك مني، هي خلاص كده ثابته فمش هتفك، فالزيادات اللي طالعه دي كلها هنقصها. دي كده شكلها النهائي، نقدر نستخدمها بقى اكتر من استخدام، نحط فيها الشمعة اللي هي بتشتغل بالحجر دي، ممكن نستخدمها نحط فيها الشمعة العادية اللي احنا بنولعها بالكبريت عادي، تقدري تحطي فيها وردة، تقدري تحطي فيها دبابيس على فكرة على التسريحة، اي حاجة ممكن تستخدميها زي ما تحب. بس كده ده كان فيديو النهاردة، اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. سلام عليكم.